السلام عليكم، شنو لكم؟ ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم اسعد الايام الناس الكل. فيديو اليوم باش يكون ان شاء الله في الدويره، باش نعمل لك خريجه صغيره بركه العشيه. تنهزكم معايا وفيديو ان شاء الله يكون هكا نقولوا احنا خفايف وظريف ويعمل الكيف. اليوم يا سيدي هابن سيدي باش نعمل يا سيدي فطورنا بارت الفطور، باش نعطيكم زيدا فكره سريعه باش نحضروا اليوم هكا بات مزيانه برشا كيما قاعدين نشوفوا فيها توا، باش نفطر منها في فطور الصباح. لا ريجيم لا حتى شيء، بطلنا انسيوا في الفيديو اللي فات، لا نحيت من مخي حاجه باش نكون عاديه، على خاطر وين قررت باش نعمل ريجيم ما شاء الله على استدعيات وعلى عشاوات والجو. خليوني هكا خير، حاسلو كي قمت الصباح هذه للاولاد عملتها. كي يجيو يمشيو للبحركه يعملوها معناها مالحه حلوه يدبروا ريوسهم. باش نعطيكم توا الريسيت نتاعها وان شاء الله يا ربي تعجبكم. نبداو بسم الله ونصليو ديما على سيدنا، ما تنساوش اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. يا سيدي تاخذ 500 غرام فرينه، بالفرينه راهي هي تجي خاطر كل بريوش هو وخفيف يعمل الكيف بصراحه، ما بنو ما بنو يتاكل وحده. شفتوها الفرينه هذيك حطيت لها بودر الحليب، زوز مغارف كيكه مليانين ولا ثلاثه مغارف. ما عندكش بودر الحليب اجن البات نتاعك بالحليب الدافي. بالنسبه للفرينه رشيت في وسطها معناها نقولوا مغرفه صغيره ملح، باش نحط لهنا مغرفه كبيره خميره خبز 10 غرامات باش نحطها في الوسط، باش نبدا نحلها هكا بشويه ماء دافي. وبالنسبه للزبده تنجم تعوضها بالزيت، اني مش نسهل لكم الامور الكل وتعطيكم نفس النتيجه بقدره ربي. اللي ما عندهاش 50 غرام زبده تعمل 80 مليلتر زيت نباتي. باهي باش نحط لها راه مغرفه كبيره سكر فيها شويه سكر اكيد باش تتفاعل مع الخميره. ما عندكش مش ما عندكش سكر تنجم تعوض السكر بالعسل، ان شاء الله يا ربي ديما عندنا سكر وعندنا الفرينه وعندنا سميد وعندنا كل شيء. هكا والله خذيت خبيزه كاوره في فطور الصباح، انا نقص شويه شويه حاسلو. حطيتك الزبده، الزبده راني ذوبتها شويه، حطيتها زاده في وسط الخليط وبديت نخلط بشويه، وباش نحط الابيض العلمه معاها والاصفر بطبيعه باش ندهنوا بيه البات نتاعنا من الفوق. ما تقولش راهي ليا تشد الوقت ولا فيها هكا التعب، ليه راهي سهله وفي ساعه ما تحضر وتعمل بها قيوة الصباح. والا كيما قلت لكم اني الاكثريه عملتها للاولاد باش يزوم معاهم للبحر كفكره معناها، والحقيقه معناها في وسطها ينجموا يعملوها باللي يحبوهما يدبروا ريوسهم. اهم حاجه الماء الدافي، وكيما قلت لكم نعاود نرجع ونقول اللي ما عندهاش بودر الحليب هنا في المرحله هذه تهجن بالحليب الدافي احسن. معناها هي بات كيما شفتوها سهله، تعملها بيتزا تعملها فوق المقله. البات هذه ياسر ياسر مزيانه، ما تتصوروش قداش العجينه هشوشك ومحليها. جربوها لكل شيء مالح والا حلو. عن المهم لهنا كي تبدا تصب في الماء ما تصبش برشا، صب شويه بشويه باش العجينه تاعك ما تفلتش نقولوا تقعد تزيد في الفرينه. فما حاجه اخرى سالوني عليها قالوا لي نجمو نستعملوا بودر الحليب نتاع البيبي اللي يشرب فيه البيبي؟ لا راهو الحليب هذايا معناها خاص للاكلات وموجود راهو عندنا احنا، مثلا اني وحده من الناس في سوسه موجود اني العطار اللي بحذايا يبيع البودر الحليب، وين يبيعوا مستلزمات الحلويات بالجرو تلقاو عندهم بالكيلو ورطل. باهي جست هكا معلومه فقط، تلقاه وين ديما كل يبيعوا الروزاتا ويبيعوا كل الفانيليا نتاع بالجرو كل شيء بالجرو عرفتوها. حسلو هذه راهي ما تستحقش حتى العجنين برشا برشا بليدينا، في ساعه ما تلمها بيدك جست اني هكا لميتها واكاها وخليها تخمر. كي جيت تخليها تخمر تحط لها مغرفه زيت تمسح لها بها الوجيه نتاعها. تفهمنا؟ هاي اعملوها هاي كفكره، عملوها حتى بيتزا ما يسالش، تجيكم بيتزا التوب في التوب. ها سيدي رجعنا للشيء يا ولدي، خصني كالريجيم بصراحه. برشا عطيتوني افكار يعيشكم على الفيديو اللي فات، محلي هيك الكلام العسل وين باش نلقاه يعني توا الكلام اللي قلته لي في الفيديو السابق. ان شاء الله يا البنات وين نجي نخرج ونعمل قيده مع صحابي وحبيبي يوجهوا لكم تحيه ويشكروكم على كلامكم الطيب، الكل قراو لكم كلامكم قديش فرحتوهم معناها، هذيك هي قعدتنا وهذيك لمتنا. وان شاء الله وين نجي نتلموا نصور لكم علاش ليه جيستك مقتطفات وبرا عشوية تعمل ترد الروح. والله صدقني تروح تول ترقد هكا في نعيم. اعطيني هابوني هاك العجينة فشينيها وتوا باش نشكلها بالطريقة هذي باش يجيك الخبيزات نتاع البات مزيانين. حاول اعملها بالطريقة هذي خير، علاش خاطر تتنفخ متجيكش برشا فيها بيبة.
قسمت على اثنين للأمينة، شطير خبيته وشطير عملته طبيق يزي خيرت. غدوة نجم نعملهم ميني ساندويتش، فهمتوني؟ راني نجم نبدل في الشكل. حطيت الفارينة خاطرها تلصق برشا العجينة، ونحلها توا ما تخليوهاش جويدة، او 3 سنتيمتر خليوها كيا السمك نتاعها، يعني بالعين الحقيقة. انتوما تو كي تشوفوا بالعين تو تعرفوا قداش من سنتيمتر. عندي متابعة معايا نحبها تهز صباحها توا وتقول لي اني هو دي بتقيس لي وتعطيني القد قد باهي. حسيلو هذوما راهم يطيبوا على 180 درجة في الفور. قلت ايش باش نحط، ايش باش نطيب؟ قلت نعمل خماسي في الزيسي ونعمل حاجة وحويجة، خاطر بالحق فكرة للبحر ياسر ياسر بنين، وتعرفوا عاد البحر يجوع. ويني ما خرجتش، ما مشيتش البحر، جوستك مشيت من بعد العشية الفيري عمل دورة هكايا، ناخذوا عاد شوية مكياجات وفشفشات وزينات كيف نسيت الكل وبنين عم بيكم دورة وكهو. انا ريتهم اخذت كيسرة ولا اي سمك تحبوا. شفتوا هالبات هذية والدورة هذية، تنجموا كان عندكم ضيف تعملوا دورة الفنجان. دورة الفنجانة يبدو صغيرات، فيهم منظر فوق الطبق ويتحلوا هكا، تحط فيهم كيما خسة وشوية تن وزيتونة. شو نقولكم، فيه منظر ياسر مزيان. اما كيف تصغر في الحجم الدورة باش يولي مزيان في الطبق. ما تنسوش كي تدهنوه بالفص العظمة، وفص العظمة تحطوا له قطرة خل، تحط جلجلين هكا من فوق كي خبز كل همبرجر صغير. هاني نحن هنا في فازة التصوير هذوكم، هذوكم لايك وحدها البنات، هذيك فيها خدمة خاطر وعليا هكا. ولهنا جينا للمرحلة الأخيرة باش نطيبها. في نفس الوقت نعطيكم دبارتي في الفطور، ديجا هبطوا على الفيسبوك فطورنا كسكسي اليوم بالحوت. وفي نفس الوقت نحب نتكلم في الموضوع هذا شويه. علاش باش نتكلم؟ باش نقول لكم علاش. خاطر يحسوه التطيب والطبخ اللي هذا كل قاعده يزمنيش نبدل فيها لا هكا لا هكا لا هكا. باهي ينسيو برشا حاجات الناس اللي الطبخ هو فن، هو عالم تنجم تبدل فيه وتغير فيه كيما تحب. خليكم هكا بسطاء مع الطبخ، خليكم عايشين، ما تحرموش رواحكم من حاجه انتم ما تحبوها. فما ناس ما تاكلش الحمص، فما ناس ما تاكلش الجلبانه، تتحرم انها ما تاكلش مرمز، ما تاكلش مرقه جلبانه مثلا. حسيلو واي. المهم تو نقول لكم علاش اني قلت هكا. به لهنا يا سيدي سيي هذوم لي كملناهم، نحب نوريكم شكلهم بعد كيف يتيبوا محليهم، ونشق لكم البات من الداخل قداش هشيشة. بتقول ليش هذي لا تجي بالسميد لحتى شي، ما يجي كان بالفارينة. كان حبيتها بالحق لرجيم عملها فارينة القمح، وتذكرني جيك بنينة تهبل. تنجم تعوض الجلجلين بأي حاجة عندك انتي، سينوج ولا مثلا يحطوا، نقولوا احنا زريعه الكتان. فما اللي يحب يزين البات نتاعو باللي يحب هو، وصحه وفرحه ان شاء الله كي تجربوها وتاكلوها هكا. هو نخرجوا العرايس احمر يا للا وحاشمين شوفوا كل هشاشه وام البشاشه. اليوم يا سيدي عندي سمك قاروس نوعية متاعو باش نطيبو كسكسي بالحوت. باه طيبتو الكسكسي بالحوت برشا مرات، ومشيت حتى لصاحبتي معناها سفيقسية من المنبع معناها، تو نحط لكم الفيديو كان حبيتو في صندوق الوصف اوضح وخير. جست هكا للمعلومة فقط، علاش اني ساعات نبدل في الوصفة وعلاش مثلا ما عملتهاش بالضبط كيما هي بالضبط معناها. باش نقول لكم علاش وني نعمل في الفيديو. اول حاجه حضرت الثوم والكمون ومعها الملح، حطيته في سحيفه، حطيته شويه فلفل احمر وكركم وفلفل اكحل كيما قاعدين تشوفوا،
وباش نفوح توا الحويتات نتاعي، الريوس بالطبيعه باش نحطهم في المرقه والبقيه باش نشويهم كيما الطريقه اللي عملوها في صفاقس. طريقه سحليه حاجه اخرى. هنا مسايي باش نبدا نفوح في الحويتات نتاعي، فوحتهم قليت جرينات الفلفل اون برانسيب، لهنا نحطوا راس البصل ومن بعد الفلفل كيما يعملوا هما، يعملوا التقلي احنا به اني ولادي ما ياكلوش الفلفل المره الاخرى لوحولي. مثلا نعطيكم مثال، ما يحبوش بالتقليه، يحبوه وحده هكا اخضر. به اني نعمل قلت خليني نحط نقلي جرينه الفلفل وتسيب النكهه في وسط الزيت، ونحط رويس البصل نقليه، ومن بعد نلحق عليه الطماطم، ونحط الثوم والكمون. هاكا ثومي وكموني حاضر، زيت كان من بعد الفلفل الاحمر والفلفل الاكحل، هي تشبه لبعضها راهو. اما اني غيرت شويه جيس على خاطر مثلا واحد ديما يتبع وليدو شنو تحب. كيني عملته مثلا على الطريقه الصفاقسيه الاصيله معناها، وكيما قلت لكم عملته معكم برشا مرات، التقليه مع الفلفل والفلفل يخرج معاها التقليه ما ياكلوهوليش وقتها الحقيقه، يتلوح لي يعني متربي تتلوح بصراحه. اي سيدي يحب يقول لكم كل واحد يطيب على كيفه، وطنجره طنجرتك وطيب جيب الحاجة اللي يحبوها وليدتك. تو اني كنت طيب وبعد تلوح نعيمة ربي مش يبيه بصراحة، هاني اني نعمل هكاية ويحبوا الفلفل الأخضر، هاني نعملوا لهم الفلفل الأخضر صحيح ولا حسيلو هو راهو يشبه البعض وفمش برشا تغيير. اماني نرجع ونقول اني من عشاق الكسكسي الصفاقسي بصراحة. الكسكسي الساحلي وقتش نعمله في الشتاء مع الخضرة مع القراع والسفنيرية، ومع حوت معين زيدا مش مع القاروس مثلا، القاروس ما يتهنش. نقول اني نحبو سيب نكهته فك الصوص هذيك، سيب ريحته كالريوس فهمتوني، الحويتات نشويهم تعجبني. سبحان الله كي غيرتك شوية تلقى برشا نقد يجيني ابا بيسالش. هني منهم مرة كيما قلت لكم مشيت لصاحبتي معناها من المنبع، قلت لها يا طيبوا انتي باش ما يلوم علي احد، فيديو روعة روعة بصراحة ونجح نجاح ما شاء الله، خاطروا بالحق بنا وفما يفرق كبير زادة، فما فرق كبير في طريقة التحضير. نحبكم بالحق تجربوها الطريقة على خاطرها طريقة مميزة وبنين برشا. حسيلو هذا فطورنا اليوم. الناس اللي تتبع فيها الأغلبية في الفيسبوك نقول لهم شوفوا طريقة من بعد وحكموا ديما، ما تنقدوش العبد وما تقولوش كلام ما كادوني، وديما حاولوا انكم ترزنوا شوية. ديما كي تكتب تعليق تفكر اللي انت امرأة تونسية باش يشوفوا تعليقك البراينية، قولوا شوفوا اش قايلة البنت بلادها، ردوا بالكم. حاسيلو يا رب يهدي الناس الكل ويصلح حالهم. لهنا تلمينا سيق عدنا وفطرنا والحمد لله، ومن بعد واش مش نعمل، باش نعمل حويجه بارده. باش نقول لكم شنو هي الحاجه البارده مش وحلوه شويه. كفكره لك الساعات وانتم كيفي ولا تاخذوا بنان يقعدوا ديما كل كعبتين ميحب ياكلهم حد في الاخر، انتم كيفي ولا اي قلت اظملي باش يعدموا. ديما اني نحطهم في الفريجيدير، اما المره هذه قسيتهم وحطيتهم في الفريجو ثلج رام قويل بيبسين هكيكا باش يعطيك كيما الكلاص تو، باش نحطهم هما كيكا مثلجين باش نحطهم في الرحايا يعملوا لي صحيفه دبي اني، خاطر ما دام ما كليهم حد باش ناكلهم اني كهو. شفتوا كيف ايه؟ عندكش كعبه ياغورت طبيعيه في الدار، كعبه ياغورت ناتوريل، كعبه ياغورت بالنكهه اللي عندك اللي ياغورت مش مشكل. الحقيقه كان عندي ياغورت بنكهه اخرى ولا نكهه البنان راني حطيتها، ما اني عندي وقتها ياغورت طبيعي جيت تشره. زيد لها سكر شويه وبرام اني نحب الحليب ولا غرب يهديني فيه السكر المحنون. حسيلو وذي تو باش ترحيها، ننصحكم لهنا بعد ما ترحيوها شوفوا حطوها في الفريجو مره اخرى. شوفوا اني باش نعملها بالفيكره وباللوز، عندك كاكاوية حط، عندك فستق حط، ويجيب الفستق راهو مع البنان. يا بومبك يا بومبك. حاجة عالمية وقتها يزي هكا حتى ترفلوز باهية، يجيك بنين بنين كلاص بالهمة احنا نقولو مش كيكو برا. انا هنا حطيت السكر جي زوز مغارفة وعلية ونص. وباش نرحيهم ونحطهم بعد في صحفة ونرجعهم للفريجو. شوفوا لهناك فكرة الغلة كي تقعد ولا حاجة، اي غلة عندك موجودة باش تقعد لك حاول انك قصها وحطها في الفريجو، والله صدقوني وترحموا لي على والدي على الفازة هذية. تبدأ حاجتك وجيك بحذك ضيف تمدك الشكيرة اللي فيها الغلة، كان فيها نزاس كان فيها بنان، تعمل كوكتيل السيدي ورحيه بالطريقة هذية وتذكرني بنين بنين بنين. فما بنة اخرى بصراحة ما يترحاش الغلة وهي فرشكة، نقول احنا تترحى وهي مثلجة.
اغزر ما خليتوش برشا وقت راهو في الفريجو، حكار كي كنقولوا سويعه كي حاجه كي هكي. من بعد ما ديته في العشيه بردت بيه، فاك العشيه وحدي قالوا لي هات نذوقوا معك، قلت لهم دويو نقرق بيكم باش تاكلوهم هكاك عبتي البلع. اما بيني وبينكم ذيقوا برا، خاطر ما يحبوش برشا البنان ذيك، علاش نشي من بعد ندم. او جتني فكره مزيانه، ورشيت فتيت اللوز هكايا بالفوق، ومن بعد وخيتك ركشت عليه. اي حسيلو من بعد باش نهزكم الفيري، فيري نتاع خزيمه معروف، هو فيري يظهر لي موجود في اي بلاصه فيها كل المكياجات والبرفانات المثخمه والجو هذاك الكل، لا نموت عليه الجو هذاك. اني كنت قبل اكثر راهو والله العظيم، ما كهو عاد توا مرحله انتقلنا الى مرحله اخرى، ساعات ولينا ناخذوا لاولادنا البنتي مثلا، وكل ساعات تحب حاجات انا يما خذ لي خذ لي، يعني نمشي ناخذ بالخاطر وكهو. ما عملت دوليشه صغيره باش نوريكم، ولهنا قاعده ناكل في الكلاس. دخلت الفيري لهنا، عندنا فيري بالجرو في خزام الغربيه، وفيري العادي هذي معني يبيع بالجرو الاخر بجنبه معني مش بعيد عليه. خزام الغربيه هذي فيه البرفانات، فيه فما برفان باش نوريه لكم في اخر الفيديو. البرفان راهو ريحه العود، تعجبني اني راهو من عشاق من عشاق ريحه العود. والله كنت نتفرج ساعات هكا الخليجيين وك الجو هذاك ويقولوا هذا بخور العود، هذا برفان العود. هيا سيدي فيري عمل بيبسيتك صغار سبا، ركزوا في اخر الفيديو هكا يبيع فيهم، يعني مش غالين، فما بستاش فما حاجه كي هكا، ولا تشدك ما تشدك راهو. اني جيت على جيل شنو، خذيت لساره مقوي للاظافر خاطر ظوافرها تتقلب وكل مانيكور، وخذيت لها زيدك اللي تحط تحت العين هيك تنوريهولكم. اني راني ما نسميش ننسى وبرا. حسيلو هذه هي الدوليشه صغيره في المكياجات والزينات. اه وخذيت صندوق مكياج، استنى باش نوريهولكم. صندوق مكياج صغير هكايا فيه الالوان اللي اني نحبها، خاطر اني وياها شركه بنتي ما وليت هي تتزاحم فيا. ولا جاونا الذراير، ولينا نشري واحد حاجه شركه وتتحط كان على كوافيزها، ما عادش نحط حتى شيء. هذه خذيته لساره يتحط كل كيما الفونتان هو، حاسين انتم البنات تعرفوه. انا يعني هي عطتني واحد فارغ وخذيت لها. اني اللي فما فما راني نقولوا، اما المكياج اللي خذيته عجبني، حطته يا لالا وزينته على كوافيزها. دبر راسك وليت ندقدق واحد باش يولي يعمل شويه. شفتوا كاو كبروا كبروا ولا وسبيع. حسيلو باش نوريكم توا شنو اخر نوريكم زيد البارفان والمانيكور. والله المانيكور جربته الحقيقه، خاطر هي عندها ضفرات ويتقلبوا لها به، حتى ني ساعات تستعملوا في الليل، هذايا نستعملوا اني في الليل كي نجي نرقد قوي لي زي ضوافري. وفما في اللي بجنبه اللي يبيع بالقرو يبيع البروتيين بتاع الضوافر زيدا، فما فما اللي يحب حويجه يلقى بصراحه. هاكا الوان الكل ما يعطوش لون راهو برشا، كان هذوكم ترونسبارون. وهذا المكياج اللي خذيته، الالوان اللي حقيقه اللي اني نحبهم حتى هي عجبوها الحقيقه وتستعملهم زاد هي معايا شويه شويه، مين نموت على حاجه اسمها برونز هكا وكل الالوان هذيك. وذي اخر حاجه هي البرفان اللي قلت لكم عليها بريحه العود هكا هو حسيلو لهنا. تفدوا لي ويوفا زد الفيديو معاها. روحت للدويره عملت كويسه قبل بحظ امي. لازم كويسه تتعدى. حسيلو نبوسكم برشا بوسات الناس الكل، ونقول لكم راني نحبكم ياسر وربي يخليكم ليا. نسلم عليكم نقول لكم بالسلامه، باي باي.